بجنن، انرجي انرجي، طاقة 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 رهيبة. لا ما تعبنا بالمرة، بس انا نساني، ارتحت اعصابي كثير كثير، كانت حلوة. نحن بحاجة لشيء تتلا كل هذا الستريس وبزيادة الستريس اللي عنا اياه. سو مور يوغا. ام شانتي، نمستي. رسالة سلام من وطن مكبل بالأزمات وشعب محكوم بالمعاناة، فيمكن أكثر ما بيحتاجه المواطن بالأوضاع الراهنة هو جذب الطاقة الإيجابية وطرد السلبية. لهالأسباب أراد مركز شيفاليلا لتعليم اليوغا تنظيم حدث جمع حوالي 150 شخص على تمارين اليوغا، وذلك بساحة الشهداء. فهالمرة كان التجمع سلمي ثقافي رياضي وليس تجمع سياسي أم مطلبي. كتير حلو، amazing، كلهم شاركوا بكل الانرجي الحلوه اللي عندهم. فريش اير على البحر وهيك، انه غير ما تكوني قاعده بكلاس وبصف. كثير حلو بس الدبان هلكنا. صراحه انا ما كنت اعمل يوغا وصار لي سنه، كثير بوزيتيف. والحلو انه هون بساحه الشهداء بيجمع الجامع مع الكنيسه، سمعنا الاذان مع صوت الكنيسه، وانه في عندنا كنيسه وفي عندنا جامع وعندنا ساحه الشهداء، وحبينا هيك نوصل اذا بدك مساج للعالم كله انه نحن شعب عن جد منفتح على كل الحضارات، وانه نحن شعب منحب السلام، وانه نحن شعب بدنا نعيش. حاولنا قد ما فينا انه نجمع العالم ليجربوا معنا هيدي التجربه ويشوفوا انه عن جد فيهم يستفيدوا من اليوغا بظرف الظروف اللي نحن عايشين فيها، بكل هالطاقة الغير إيجابية اللي نحن عايشين فيها، لننشر نحن الطاقة الإيجابية. الحدث اللي نجح بحرج بيروت واستقطب عدد كبير من محبي اليوغا تكرر اليوم بساحة الشهداء. نشاط مجاني استمر لمدة ساعة، قدم 12 حركة تمت إعادتهم 108 مرات نظرا لرمزية رقم 108 برياضة اليوغا. ومن ساحة الشهداء رح يستمر مركز شيفاليلا بنشاطات أخرى وبمناطق تانية تستقطب مع كل مرة عدد أكبر من المشاركين. لازم يكون في هيك ايفنتات مور اوفن، يعني اكثر شوي نشوفها اكثر. ايه دائما يعملوا كل السنترز اللي بيعملوا يوغا كمان يتفقوا يخبروا بعضهم، هيك ساعتها كل الناس، في كتير ناس ما بيعرفوا بهيدا الايفنت، سو هيك ساعتها الناس اللي بيروحوا على كل السنترز ببيروت وبرات بيروت بنتجمع كلنا هون. واللي ما بيعرف شيء عن اليوغا ضروري 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 جدا انه يجي ويفوت بهالكوميونتي ويتعرف شو السبيريت اللي موجودة باليوغا. لازم الناس ما يخافوا يجوا، لأنه نشاط في إيدن مين ما كان يعمله، مش ضروري يكون حدا أنا بيجنر باليوغا، مش إنه نحن دايما ريدي لهيك شيء. كانت تجربة حلوة، أول مرة قلنا بالأوبن إير وحبيناها وإن شاء الله منعيدها. أنا رايح على البحر بس جيت حمي حالي.